بالله يسعد صباحك سيادة العميد، وهمنا نريد نعرف دائما ما يكون بداية الأسبوع تشهد العاصمة الحبيبة بغداد اختناقات مرورية في بعض المناطق، فممكن تعرفنا على حركة السير المركبات لهذا اليوم؟ سيادة العميد تسمعنا؟ صباح الخير، أسمعكم لكن الصوت واطئ. نعم. عموما صباح الخير عليكم وعلى جميع مشاهدي قناة دجلة الفضائية. بسم الله الرحمن الرحيم، باشرت مديرية المرور العامة ودورياتها بتنظيم حركة السير والمرور في كافة الساحات والتقاطعات والشوارع الرئيسية في محافظة بغداد والمحافظات الأخرى. تشهد محافظة بغداد كثافات مسيطر عليها في عدة مناطق، وهي مداخل العاصمة بغداد، كذلك المواقع التجارية والصناعية. مثل ما تعرفون اليوم أحد يكون دخول إلى محافظة بغداد أكثر من الأيام الاعتيادية، عكس يوم الخميس يكون الدخول أقل والخروج من محافظة بغداد هو الأكثر. دوريات المرور ورجال المرور من تشرين لتنظيم حركة السير والمرور، التعاون والتنسيق مستمر مع دوائر ذات العلاقة مثل أمانة بغداد، مثل الطرق والجسور، بإشراف السيد وزير الداخلية، السيد وكيل الوزارة شؤون الشرطة، السيد مدير المرور العام، المتابعة الشخصية الميدانية على أعمال الصيانة بإكساء الطرق وتعبيدها، والحزمة اللي أطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الجسور والشوارع لفك الاختناقات المرورية. بدأ العمل المتواصل، يرى بأم العين سوف يلحظ المواطن العراقي الكريم تغير ويلمس هذا التغير بفك الزخم المروري بواسطة هذه الإجراءات، منها فتح المنطقة الخضراء، منها رفع سيطرات عديدة وجعلها مرابطة، كذلك الدعم اللامحدود من قبل السيد وزير الداخلية إلى رجال المرور وإلى وزارة الداخلية بالأجمع. اليوم مديرية المرور تقريبا جهزت بمركبات حديثة جدا من إحدى المناشئ العالمية، الشركات العالمية نزلت بالتقاطعات، كذلك تم تجهيز مديرية المرور بمظلات شمسية انتشرت في التقاطعات في محافظة بغداد، اللي في الحلقة السابقة من هذا البرنامج كنا متوقفين بوحدة من عندهن. نعم، وصورنا. اليوم احنا في موقع رقم 9. تفضل سيادة العميد. اليوم نحن في موقع رقم 9، موقع تسجيل المركبات ومنح إجازات السياقة الكائن في ملعب الشعب، يعني في مديرية المرور قرب ملعب الشعب. نعم. طيب سيادة العميد، هل هناك قطوعات؟ هل توجد قطوعات؟ طبعا الحقيقة توجد مكانات لتحويل السير وليس قطوعات، احنا ما عندنا قطع. كلمة القطع، لا يوجد قطع طريق، يوجد تحويل في مسار السير. يعني أي عمل يصير، أي جسر ينشأ أو شارع يعبد يحول السير، وإذا ماكو طريق بديل يصار إلى أنه أي شارع بمسارين يصير مسار ذهاب وإياب والمسار الثاني لأغراض الصيانة. راح ناخذ اليوم جولة مع كاميرا قناة دجلة على الهواء مباشر في مديرية المرور في موقع رقم 9 للطلاع على سير العمل وخدمة المواطنين من خلال تسجيل المركبات ومنح إجازات السياقة. نعم سيادة العميد. نعم. طيب سيادة العميد، قبل لا نروح بالجولة، دائما ما يشكون المواطنين بتعطل النظام، هل تم إصلاح هاي المشكلة؟ نعم تسمعني سيادة العميد؟
راح نسمع الكلام من راح نسمع الكلام من العميد لؤي. نعم. اللي هو مدير موقع تسجيل المركبات رقم 9 في مديرية المرور العامة. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام اخوي. اريدك تحدثنا عن ما هي الخدمة التي تقدم للمواطن من هذا الموقع. تفضل. اشكرك. هنا اول شيء نبدي فحص المركبات بكل انواعها. نعم. عدل الانشائية والزراعية. نعم. تسجيل لأول مرة. نعم. جميع انواع المركبات عدل الانشائية والزراعية. كذلك اجازات السياقة لأول مرة وتجديد وتعويض بطاقة. باقي المعاملات نقد الملكية، تجديد سنوية، تغيير بيانات، تبادل لوحات، تغيير صنف، كلها تجربة هذا الموقع. شلون نشوف التزام المواطن العراقي بالإجراءات اللي تتقدم له وشنو المعوقات اللي تخص المواطن؟ أشكرك. والله بالفترة الأخيرة التزام كلش قوي من قبل المواطن. بالمقابل احنا نقدم له خدمة، يعني ما نخلي يعاني بالمعاملة والروتين. قللنا أكثر من ثلثين حلقات المعاملة، فقللنا عملية الروتين. بالمقابل لقينا استجابة ممتازة من قبل المواطن بالانتظار، بالالتزام بالطابور، بالالتزام النظام اللي بداخل القاعات، فما دنا على أي مشكلة من قبل المواطن. راح نزور أنا وياك أو نتجول أنا وياك نشوف قاعة الاستمارات الإلكترونية. شنو هاي القاعة أريدك تحكي لي عليها؟ هذه قاعة خاصة بسحب الاستمارات لجميع أنواع المعاملات. نعم. يعني كل المعاملات تجري بداخل الدائرة منها تنصرف الاستمارات. استمارة يا استمارة بالضبط؟ يعني استمارة التسجيل لأول مرة، إجازات السياق لأول مرة، تجديد تعويض بطاقة، نقل ملكية المركبات، تجديد سنوية المركبات، وكذلك تغيير البيانات. كل أنواع الاستمارات تصرف من هذا القاعة. خلي نشاهد القاعة، قاعة الانتظار. نعم. اللي ينتظرون بها المواطنين. نعم. وهاي مكان السحب، سحب الاستمارة الخاصة بإجازات السياقة، كذلك بتحويل الملكية، وعدة موظفين تابعين إلى مديرية المرور يعملون على هذا العمل. نذهب معكم أعزائي المشاهدين إلى مكان فحص النظر، قاعة فحص النظر اللي تخص وزارة الصحة. ايش قد رسوم الفحص الطبي؟ 25 ألف دينار عراقي. نعم. هاي وين تكون؟ وزارة المالية. نعم. يعني تجبى بالمرور وتذهب إلى وزارة المالية. خلي نشوف هاي القاعة مال الفحص الطبي. أول مرحلة يقطع الوصولات. نعم. انتظار سرى الفحص الطبي اللي خاص باللجنة الطبية. زين، هاي اللجنة الطبية منين؟ مستوصفاتنا يعني أطبانا. اي نعم. تنسيق مع وزارة الصحة. بالاتفاق مع وزارة الصحة. زين، الدوام لهاي المفرزة من ساعة بيش لساعة بيش؟ من الثامنة صباحا للواحدة مساء. هذا الموقع أكيد اخواني الاعزاء، هذا الموقع يختلف عن مواقع مديرية المرور. نعم. هذا الموقع يداوم من ساعة 8 لساعة 3، اما المواقع البقية فدوامها يكون من ساعة 8 الصبح للساعة 12 على شفتين. نعم. ورا ما يصور يسحب استمارة ويفحص طبي، وين يروح المواطن؟ يوجه لساحة الاختبار. خلي نتمشى لساحة الاختبار. نعم سيادة. نعم. العميد، يعني تقريبا المدة شقد خلال ساحة الاختبار انه يستلم الاجازة مالته المواطن اللي يقدم على اجازة السوق؟ لان احنا مثل ما شفنا هو يعني المدة لاستلام، يعني تقريبا المدة اختي العزيزة تكون بين الإجراءات والتصوير، وهاي ساحة الاختبار أمامكم. نعم. نعم. وهنا الاختبار النظري، ذول هنا عندك المواطنين اللي ساحبين الاستمارات وينتظرون دورهم بالاختبار النظري. نعم. بعد الاختبار أكو إجراءات أخرى طبعا، أكيد الإجازة
ما تتأخر أكثر من ساعتين. اللي يفشل بالاختبار النظري أو العملي شو يسووا له؟ يعاد بعد 24 ساعة. بعد 24 ساعة. هناك استثناءات للحالات الإنسانية، النساء، كبار السن، المعاقين. عندنا صلاحية من قبل السيد مدير العام المحترم بإعادة الاختبار بنفس اليوم. تقريبا عميد لؤي يومية كم معاملة إجازة في موقع رقم 9؟ من 150 إلى 200 معاملة إجازة سيارة. بالنسبة للتحويل الملكية بالنسبة للسيارات تقريبا 200 معاملة. 200 معاملة. موقع الفحص الإلكتروني تابع لهذا الموقع؟ نعم. أقرب مكان نطلع منه؟ نطلع من خارج القاعة. خارج الموقع. راح نتجول ونذهب إلى موقع الفحص الإلكتروني للمركبات. نعم نعم. شروط المتانة والأمان أو ما يسمى أو يعرف بالعامية الهزة. سيادة العميد أنا أتمنى أن هذا الموضوع نخصص إلى حلقة يعني خاصة الأعزاء. ممكن نأخذه بالأيام الجاية، لأن إحنا اليوم حبينا نركز على موضوع الإجازات وطريقة يعني أخذ الاستمارة وإصدار الإجازة. فأني أشكرك جدا على كل معلومات. راح نبقى في موقع الإجازات. نعم نعم إن شاء الله راح نبقى في موقع الإجازات، لكن إحنا نريد نشوف للناس موقع مديرية المرور رقم 9. نعم لأن نعم. أكو مع الأسف، ونقول مع الأسف، إحنا ما نصيح لهم إعلام، إحنا نصيح للإعلام الأصفر. الإعلام الأصفر ينقل نقل غير حقيقي، يعني إحنا اليوم مباشر على الهواء، ماكو تقطيع، ماكو مونتاج، الحالة دا تنقل على الهواء مباشرة. أريد أخوي المصور نعم. صور لي الموقع وشوفه شلون. سيادة العميد هو هذا دورنا إحنا بصباح دجلة، يعني هو هذا السبب الرئيسي اللي خلانا نركز على فقرة المرور وترافيك لايت بهذا الموضوع، حتى إحنا نبين للمشاهد وللمواطن العراقي إحنا شقد يعني هذه الجهود المبذولة من قبلكم، وشقد هو موجود نظام، وهذا التشويه اللي يصير هذا أكيد الناس يعني اللي تجي وتزور الدوائر الرسمية ومديرية المرور ما راح تشوفه، لأن إحنا شفنا النظام والترتيب ما شاء الله عليكم. فأني أتمنى إنه يكون الوقت كافي إنه إحنا نتجول أكثر وأكثر، لكن أعتذر منك وأشكرك جدا. شكرا لك سيادة العميد.